صباحك أخي أبو عمر، كيف الحال؟ والله الحمد لله بخير والحمد لله. الله يعطيكم العافية أخي أبو عمر. يعني لو تضعنا في السياق يعني حيثيات هذه القضية، إلى متى تعود؟ كيف حدثت؟ من هم أفراد العصابة؟ سأتركك المايك لتتحدث من وقت ما نشأت وكيف تم القبض عليهم وإلى آخره. تفضل. تمام. الحادثة بتذكر بال 2017، عبارة عن 36 طفل وكان في 8 أطفال ما مسكوا. بلشت الحادثة من طفل صغير راح لعند مواطنة تركية، صار يبكي. عم سألته إنه ليش عم تبكي؟ سألته ليش عم تبكي؟ قالت له إنه أنا أهلي بسوريا وهون أنا عم بشحد وأنا ما بدي أشحد، بدي أدرس. طبعا هاي المواطنة بحسن نية أخذته لبسته، بعدين خبرت الشرطة عنه. بلشت الحكاية من هون. الشرطة تتبعت الموضوع لستة أشهر، مين مسك، مين عم يجيب الأطفال، مين عم ياخذ الأطفال. طبعا مع التنصت الهاتفي كانوا يسموا على التسجيلات الهاتفية. طبعا كانوا عبارة عن 27 شخص وفي أربع فراري. شاني فراري؟ ما مسكوا لحد الآن. تمام. ما المسك، لا المسكوا. تمام. هلا حاليا مسكوا. تمام. طيب. ذاك الوقت بعد سنتين من الموضوع. أيوة. بعد سنتين من الموضوع مسكوا. طبعا تابعوا الموضوع. الأطفال تقريبا من ضيعة واحدة من الأبزمة بتذكر بحلب، كانوا ينجلبوا من سوريا باتفاق مع مهرب 200-300 دولار كوعد للأهل. طبعا العصابة كانت تقول راح نعطيكم 100,000 ليرة مقابل عمل هذا الطفل، بس ما كانوا يقولون للأهل إنه شو راح يشتغل الطفل. كانوا يقولون للأهل إنه بدنا نشغله بالتكستيل بالخياطة، وكل شهر راح نحولكم 100,000 ليرة تركي. 100,000 ليرة تركي. سوري يا رب. سوري. 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 والشغل هو بالحقيقة تسول عم يكون، مش حادي فينا نحكي. طبعاً. الأطفال لما أخذنا إفادات الأطفال، كل الأطفال طبعاً نفس الإفادة. هي الإشحادة والتسول، إن كان على الإشارات أو بالمتروبوس أو بالمترو، كان محدد لهم أماكن حسب إفادات الأطفال. وكل مكان فيه 5-6 أطفال كان في معلم يسموه بطرون الأولاد. كان في واحد بيستناهم. طبعا كان مثلا الطفل يجمع له شوية مصاري بغير يروح يعطيها لهذا البطرون، وتنحسب اليومية بس المساء. الطفل اللي ما كان يجيب 100 مثل ما ذكر انت الاخبار، بس ما ذكروا هالشغله انه اذا جاب 80 ليره 70 ليره ياكل 30 شاط او كبد. يا لطيف. كان يتعرضوا للضرب المبرح. نعم نعم. العلامات على اجساد الاطفال لما اخذناهم على المستشفى شيء رهيب، شيء سواقير، شيء حرق سيجاره باللسان، بالجسم قشاط كبل، كثير شغلات قاسيه كانت. طبعا ضمن هذا التحقيق اللي استمر 6 شهور مراقبة، توفى طفل وهو عم يشحد. يا لطيف. يعني صار حادث سيارة، قدر الله وما شاء فعل. صار حادث سيارة، توفى الطفل. هلا بدك تزعل على الشوفير ولا بدك تزعل على الطفل ولا بدك تمسكه لهذا اللي عم يشحده؟ اللي عم يشحده كان موجود. طبعا هو ما بهمه، هو بالنسبة له أداة يعني. ما بهمه. هو عنده يعني بدائل. طبعا الصحف التركية ذكرت أسماءهم، أنا ما راح أذكر أسماءهم. من أي جنسية هم؟ سوريين. يعني العصابة كلها سوريين كانوا؟ كلها سوريين. واحد عنده 7 أطفال بياخذ هلال أحمر، بياخذ كرت زراعات، وفوقها بيشغل أولاده ببيع المحارم. مش حاله. يوميته للطفل كانت بين 100-150. طبعا في أطفال كانت تجيب 300-400 ليرة. من بين المحادثات على الهاتف اللي ترجمناها، عم يقول له الشخص، عم يقول له للثاني، عم يقول له بتبيعني الولد الفلاني ب 5,000. قال له لا، هذا بيجيب 200-300 ليرة باليوم. هذا بدي فيه 7-8-10 من بين المحادثات. يعني انت قلت انه عم تترجم المحادثات، طب ما هي بالعربي، ليش عم تترجموها؟ للجانب التركي غالبا. عم ترجموها للتركي. عم ترجموها للتركي طبعا مشان الادعاء العام. نعم. مشان التحقيق عم ترجم من العربي للتركي، ومن التركي للعربي طبعا افادات الاطفال، افادات العصابه. طبعا كل العصابه عم تقول انه هذول اولادنا ونحن ما عم نشغلهم،
وما في أي إتجار بالبشر. طيب يعني عم ينفوا هذا الشيء إنه يكون السبب هو تسول الأولاد؟ إيه طبعاً عم ينفوا هذا الشيء. الأولاد اللي إلهم أنا بتذكر 12 ولد، يعني هن أولاد هون 12 لل 15 ولد، الباقي كله من سوريا تحت وعد إنه نحن بدنا نشغلهم هدول ونبعث لكم مصاري. طبعا المصاري كان جمع المصاري وتروح تشتري أراضي في حلب، يعني ياخذوها كمان ما يفيدوا فيها ويروح يشتروا فيها بسوريا. طيب أخي أبو عمر، هلأ العصابة هي السورية لما تم القبض عليها تمام أودعوا السجن، لكن الأطفال ماذا حدث بهم؟ الأطفال 37 طفل تم إيداعهم بالميتم. للأسف في 15-20 طفل بتذكر بعد الفترة هربوا من الميتم. طيب. الباقي تم توزيعه على دار رعاية الأطفال إن كان في إسطنبول أو غير إسطنبول، طبعا اللي ماله أهل توزعوا بين مدن التركية ولا حاليا الساتهم موجودين ما حد استلمون. الباقي راح على بتذكر جامع فلوريا، قالوا لنا في منطقة فلوريا كانوا يناموا عند الجامع، رجبناهم مرة ثانية حطيناهم بعدين وزعناهم. طبعا أثناء محاولة الطفل، في طفل كمان نط عن كسرة رجله، يعني أمور شيء معقدة. طيب أستاذ أبو عمر، أنا حابة بس أعرف الأهالي اللي بسوريا، أهالي هدول الأطفال، وتعرفوا أنه هيك عم يصير بأطفالهم، وهلأ مثلا تعقد الموضوع ووصل للقضاء، وصلون خبر؟ في عندهم معلومات عن هالقصة اللي صارت؟ الأولاد كلهم، أهل الأولاد كلهم وصلون خبر. طيب. لأنه هي قسم من العصابة بعد فترة سنتين ونص سجن طلعوا، وليس ما طلعوا أنه والله براءة، طلعوا بعد شو اسمه استكمال المحاكمة. نعم. استكمال المحاكمة ولسه كانوا ولا موجودين برا من شيء 3 أسابيع بتذكر، لساتهم برا كانوا موجودين. يعني كان تحت رقابة ولا كيف؟ تحت الرقابة طبعا، تحت الكنترول من سامي، متابعة كل أسبوع أو أسبوعين بده يروح يوقع بالمخفر الفلاني يثبت وجوده. طيب هذا إجباري. طبعا عناوينه وكل شيء مبينه. طبعا كل الأهالي الموجودين لون أطفال كلهم بيعرفوا بأنه أطفالهم موجودين أو أنه هربوا أو أنه رجعوا. في أطفال طبعا أنا سمعت من كذا طفل بعد فترة شفناهم، قالنا له فلان وينه؟ الفلان رجع على سوريا، إجا ابن عمه فالتهريب رجعوا على سوريا. يعني هي نقطة إيجابية بالموضوع أنه يضل تحت عين أهله أقل شيء. لا، نحن المدعي العام وقتها أنه كان الأولاد عم يطلبوا أن أنا بدي أرجع على سوريا، كان في تنظيم بين وزارة العمل وإدارة الهجرة والمحكمة التركية أنه نلاقي الأهل ونرجع نبعثهم لهالأطفال نسلمهم لأهاليهم. بس للأسف لما هربوا الأطفال ما صار هذا الشيء وصعب الوصول للأهل لأنه ما في أرقام تليفونات. نعم نعم صحيح. نعم. صحيح. طيب أستاذ الكريم، أرقام تليفونات ما كانت موجودة. 80 سنة التي تم التوصية بها، برأيك يعني أنه هذه 80 سنة هي شملت الأفراد الذين تم القبض عليهم كأفراد عصابة اللي هم السوريين صحيح؟ نعم. 27 شخص. 27 شخص. نعم. طبعا اللي رح ياكل أكثر شيء هو زعيم المتزعم هالعصابة اللي عامل فيها زعيم، واللي هو موجود بتركيا كمان، موجود في السجن. بالسجن موجود في السجن. هذا ما طلع. ها تمام. طيب الآن أخي أبو عمر، يعني بعض لما كنا نتحدث بالأمس نحن عن هذا الموضوع بالبعد القانوني له، إنه هذا الأمر أكبر من إنه فقط عصابة مكونة من 27 شخص، وإنما قد تكون مافيا مرتبطة بعضها ببعض، طبقات مراتب، وما تم القبض عليه هو فقط يعني أحد المراتب، بينما يوجد مراتب أعلى بهكذا توصيف في هذه القضية صحيح؟ بهاي القضية كان التوصيف لك أستاذ بلال، شلون كان في أولاد بعمر 15 هن اللي كانوا يتولوا مثلا مراقبة الأولاد الصغار، 15-17 هذول كانوا يتولوا مراقبة الأولاد الصغار، اللي أعلى منه بيقعد بالبيت، الأعلى منه بيروح بيفتل، يعني هي كانت عبارة عن عصابة واحدة، بس هن مدري أنه في تركيا أنه أنت حتى لو أخوك عم تشتغل معه أو قرايبينك عم تشتغل معه بهاي القصة أنه تعتبر عصابة. أيوة. تعتبر كعصابة وليس أنه والله قرايبنا وعم يشغل أولادنا، هي تعتبر جريمة إتشار بالبشر
تجارب البشر اول كلمه بتنكتب له اياها تجارب البشر. نعم. غير التسول والتهريب وشو كمان اقصاء حريه الاخر. كثير شغلات تنحط هاي القضيه. من كل وحده بياكل له 10 سنين 3 سنين 5 سنين حسب القاضي طبعا. هلا الادعاء العام طلب 80 سنه، ممكن القاضي يحكم 100، ممكن يحكم 20. نعم نعم. هاي بتصفي للقاضي حسب كل واحد. نعم. هو وجرمه 27 شخص انطلب فيهم 80 سنه، بس مو لا يعني انه ال 27 شخص راح ينحكموا 80 سنه. حتتفاوت السنين مثل ما قلت حسب حكم القاضي طبعًا. اللي ممكن يكون حسب جريمه الشخص. في اشخاص مثلا كان يتولوا مثل ما قال الاستاذ بلال انه هذا مراقب هذا كذا. نعم. ما له علاقه اكثر من هذا. اغلب هي على 4-5 اشخاص راح يكون انا بظني انهم راح ياكلوا اكثر شيء عقوبه مشدده. نعم نعم. يعني اخي ابو عمر اسال الله سبحانه وتعالى انه يجزيك الخير كونك انت عايش بهي المعمعه وترى. يمكن نحن عم نقرأ الخبر لكن بس تفضل. خبر ثاني أنا قريته بيني شفق مبارح. آخر عصابة التقطت كمان اللي كان فيها 67 ولد تم طلب 845. هيك شفت الرقم أنا سنة بحقهم. لسه ما تأكدت من الخبر. الادعاء العام التركي طالب 845 سنة فيها. يعني ما الفرق يعني؟ 67 ولد كمان نفس الحكايه، كانوا ينجلبوا من سوريا بنفس القصه. اكثر الاولاد هدول هن ما لهم اولادهم، ما في اي قرابه، صله قرابه، كانوا جماعه اكثر من يعني الاولاد اللينك 36 ولد. هالمره كبر العدد. كبر العدد. ونفس الشيء عصابه سوريه يعني؟ سوريا طبعا سوريا. من نفس المنطقه. من نفس المكان. هن بتضحكوا على الاهل انه تعالوا بعتوا اولادكم هون، في شغل كثير، في مصاري كثير، ونحن بنبعث لكم حوالات شهريه. طبعا كان المبلغ اللي كان يحكوا له الاولاد اللي هو 1000 ليره تركي، وهن ما يحصلوا منه شيء. يعادل 100,000 مبر، ما بتذكر، بس الاولاد في اولاد حكت 100,000 ليره سوري وفي اولاد حكت 1000 ليره تركي. نعم. هل كان في اولاد كلهم كانوا استاذ أبو عمر ذكور أم كان في إناث؟ ذكور وإناث طبعاً. ذكور وإناث، أطفال ذكور وإناث. نعم نعم، ذكور أطفال ذكور وإناث كانوا يعني حتى من الأهل يبنوا ابنه كان يتعرض. أيوة. للتعذيب. نعم. ابن ابنه اللي هو ابنه كان يتعرض للتعذيب. أغلب الأولاد كانت عفواً منكم لسانة أوسخ من هيك ما في. لا إله إلا الله. متعلمين كل أنواع الشتم والمسبة. هلا بصراحة يعني استاذ ابو عمر انا بشوفهم احيانا يعني بالمترو دول نوعية من الاطفال، يعني اذا ما انت عطيته شيء بيصير بيعيط. نعم. عليك وبيدعي عليك حتى كمان. يعني امر غريب. بالضبط. كنت بدي احكي يعني شغلة. جمعناهم بالصالة تبع الشرطة لما انجمعوا كفر ومسبات للاسف. صح. ما عم يخل للاسف يعني. صحيح. للاسف هدول يعني اعادة تأهيل وتربية بياخذ وقت طويل. نعم نعم 100%. نعم. طيب استاذ ابو عمر ممكن يكون من وجهه نظرك في شبكه توصل لشبكه، شبكه توصل لشبكه، طالما انت هلا ذكرت انه اني شفق رجعت قالت انه في شبكه ثانيه كمان من نفس المنطقه، ممكن يكونوا يعني في ترابط بيناتهم حتى لو هن مثلا مستقلين. الترابط كالشكل التالي، هن مستقلين عن بعض. أيوة. عم يسمعوا انه في جماعه من الضيعه الفلانيه او المدينه الفلانيه عم يشتغلوا بهي الشغله وعم يطالعوا كثير مصاري. فانا عم يشكلوا شبكه صغيره بيمنات بعض. أيوة. هالشبكه هي اللي بتشتغل وهي اللي بتساوي، بتقول لك انا قديش راح انحبس. هي القضاء جريمه التسول اذا خليت ابنك يتسول 134 ليره وبعدين بيتركوك. ايوه بهذه الطريقه. هيك مفكرين براسه انه انا ما عم بعمل شيء، يعني انت قاعد عم تجلب ولد من سوريا عم تهربوا عن طريق الحدود، عم تيجي على انطاكيا، من انطاكيا بياخذوا شوفير خاص بيجيبوا لاسطنبول على بيت شبابي. هذا ما بيعتبروه السوريين والله انا عملت شيء، هذا اسمه اتجار بالبشر. ايوه انت مجرد جلبك لهذا الولد من سوريا على تركيا بهي. نعم. الطريقه هذا اتجار بالبشر 100%. غير تهمه التهريب طبعا. اشكرك شكرا جزيلا اخي ابو عمر على الاستفاضه في هذا الحديث والخوض بالتفاصيل، شكرا جزيلا لك مره اخرى. حياك العفو. شكرا لك. يعطيك العافيه ويبارك فيك. اعزائي المتابعين والمتابعات، فاصل قصير نعود بعده إليكم، حياكم.